نكمل الجزء الثاني من خرائط وصائد التبريد. حكينا تكلمنا انه وساطة التبريد فيها 6 خصائص مهمة فيزيائية، هي خطوط الضغط وخطوط الانتروبي وخطوط درجات الحرارة ومعامل الجفاف للدفع ما بين خط الإشباع السائل وخط الإشباع الغازي، والحجم خطوط الحجم النوعي، تمام، والإنتالبيا الموجودة في الأسفل اللي هي عمودية على خطوط الضغط كما تشاهدون في هذا الرسم على هذا الشكل. هذه خريطة واقعية إلى الار 134، في عندنا مشهد آخر ملون. هذه خريطة ل 134 A غاز لوسيط التبريد، هذه خصائص الفيزيائية لوسيط التبريد صديق للبيئة. ظاهرها كما تشاهدون الخطوط الموجودة في الأسفل الملونة باللون الأخضر، هذه هي الحجم النوعي، خطوط الحجم النوعي. الأحمر درجات الحرارة، أرقام الضغط موجودة في هذا الاتجاه، والإنتالبيا موجودة في الأسفل بالأزرق كما تشاهدون. الإكس 0.10 0.20 0.30 هي معامل الجفاف موجودة أيضا في الأسفل. الإنتروبي باللون الأزرق موجودة على خطوط الإنتروبي، وبالتالي أي نقطة في هذا النظام أو على هذه الخريطة ممكن أن نحدد بها أو عليها 6 معاملات أو 6 خصائص فيزيائية، وبالتالي النقطة هذه على سبيل المثال هذه النقطة الموجودة هان، هذه النقطة ممكن أن نحدد بها 6 خصائص فيزيائية على سبيل المثال درجة الحرارة، درجة الحرارة في هذه النقطة 10، هيها موجودة 10 درجات. الضغط، الضغط برضو أيضا 5 الضغط جوي بار، 5 بار الضغط على هذه النقطة. أيضا ممكن أن نحدد بها الحجم النوعي، الحجم النوعي 0.020 هي أقرب لهذا الخط. ممكن أن نحدد بها أيضا الخطوط الإنتروبي، هنلاحظ أن خطوط الإنتروبي موجودة هي باللون الأزرق، باللون الأزرق 1.8 1.7 1.75 1.7 وبالتالي تمشي 1.6 5 وهكذا وصولا للخط اللي احنا النقطة اللي احنا بدنا اياها. وبالتالي ممكن نحدد بها ايضا اللي هو معامل اكس اللي هو معامل الجفاف، ننزل تدريجيا للاسفل بنقول معامل الجفاف تقريبا 1.5، معامل الجفاف اللي هو 0.7 يعني 70% بخار و30% غاز. وكذلك ممكن ان نحدد بها اللي هو الطاقه الانتالبيا، الانتالبيا موجوده ايضا في الاسفل، انتالبيا تقريبا 310 في النقطه هذه، هيها مد 310 وهكذا. نرجع ايضا توجد جداول للخصائص الفيزيائيه، هذه الجداول ممكن الاستعانة بها لتحديد الخصائص الفيزيائية لمركبات وسائط التبريد. هذا الجدول خاص أيضا لل 134 A. طبعا في عندنا هنا جداول كما تشاهدون، هذا غاز، غاز R 12 هذه الخريطة تبعته، وهذا الجدول الخاص به، هذا جدول خاص بغاز فريون 12، وكذلك جدول او خرائط اخرى ار 22 فريون 22، هذه الخريطه الخاصه به، وهذا الجدول الخاص بار 22. على سبيل المثال ناخذ اللي هو عندما تكون درجه الحراره صفر، فانه الضغط بالميجا باسكال تساوي 0.4 ميجا باسكال، 0.4 ميجا باسكال. الخرائط نفس الشيء،
عندما يكون اللي هو درجة حرارة صفر، فالأصل أنه درجة الضغط يكون زي ما انتم شايفين 0.4 ميجا باسكال. نفس الشيء عندما يكون اللي هو درجة الحرارة صفر، درجة الحرارة صفر، فإحنا ننزل تدريجيا عن صفر، هنلاحظ أنه الضغط تقريبا 0.4 0.4 0.5، الضغط تقريبا جداول لازم تعطي نفس النتيجة. عندما يكون عندنا صفر هنلاحظ زي ما انتم شايفين 0.4 9، يعني 0.5 تقريبا هو نفس القيمة في الخرائط، نفس القيمة في الخرائط تقريبا 0.5 زي ما انتم شايفين 0.5، هي 0.5، يعني الخرائط والجداول تعطي نفس القيم. كذلك عندنا الار 23، فريون 23 له جداول خاصة به زي ما انتم شايفين، وكذلك الار 32 جداول خاصة به ايضا، وار 123، وكل انواع وسائط التبريد كل وسيط له جداوله الخاصة به وله الخريطة الخاصة به. ار 124 عندنا كود كامل لكل وسائط التبريد الموجودة، ار 134 اللي احنا اشتغلنا عليه توا، هاي ار 134 وهي الجداول الخاصة به. تمام، لو جينا للسؤال، في عندنا سؤال مثال لوسيط تبريد ار 134 اي سائل مشبع عن اكس تساوي صفر عند درجة حرارة 20 تم خنقه ادياباتيا. احنا عارفين انه اي نظام تبريد بتكون من اربع عمليات، عمليات المكثف او التكثيف اللي بيكون فيها عملية تبريد لوسيط التبريد، وفي عندنا صمام تمدد يتم فيه خنق الغاز، عشان لما قال لك عمليه تم خنقه ادياباتيا يعني في عندنا عمليه خنق، وتكون هذه العمليه خط عمودي بين الخط المكثف وخط المبخر. تحفظ تعرف المعلومه هذه كويس، انه خط العمودي في خط يتم خنق الغاز بخط عمودي ما بين خط المكثف وخط المبخر. تمام، درجه الحراره عند X تساوي صفر عند خط الإشباع إيه؟ خط إشباع السائل، هذا معناه إيش؟ X تساوي صفر، كلمة X تساوي صفر يعني خط الإشباع السائل. طيب عند أي درجة حرارة؟ عند درجة حرارة 20، بنشوف وين درجات الحرارة، هنلاقي الخط هذا 20 تم خنقه أدياباتية عند ثبوت الإنتالبية إلى درجة حرارة صفر. أيوه، هي ثبوت الإنتالبية، خط هذا ثابت إنتالبية عند درجة حرارة صفر، هنلاحظ أنه الخط من هان صفر، الخط من هان إيه؟ هنلاحظ أنه صفر، إذا الخط تبع المكثف 20 درجة مئوية والخط تبع المبخر 0 درجة مئوية، تمام؟ بنمد الخط هذا للنهاية وبنمد هذا الخط للنهاية، بنوصل عند ثبوت الإنتالبي، عند ثبوت الإنتالبي خط عمودي عشان بيتم خنق الغاز ما بين المكثف وما بين المبخر، أصبحت العمليات الثلاثة هذه واضحة عندنا. بنروح بنمد الخط من النقطة هذه مباشرة على النقطة هذه حتى تتلاقى مع المكثف عشان نعمل شغل الضاغط، خط يكون مطابق لخطوط الانتروبي أو موازي لأقرب خط له، خط مطابق أو خط موازي. تمام، تعال نشوف، هاي خريطة زي ما انتم شايفين وهي الصورة عليها موجودة، هاي صفر، هنلاحظ أنه خط درجات الحرارة موجودة على الخط هذا، درجات الحرارة موجودة على الخط، هنلاحظ وين الخط صفر، هنمد خط للنهاية، والله على الخط 20 حنمده للنهاية. تمام، وتم خنقه، بنوصل الخط من النقطة هذه اللي هان عمودي عشان في عملية خنق عن طريق صمام التمدد، في هنا مكثف في هنا ضاغط، النقطة اللي هان بنمدها ايه؟ خط موازي لخطوط الانتروبي، هاي خطوط الانتروبي شايفين هن؟ خط موازي أو مطابق، يعني لقينا خط عليه مباشر كان بها، إن لم يكن بكون ايه؟ موازي له، حتى يلاقي الخط اللي فوق حتكون عملية مغلقة تماما، أربع عمليات، هي الأولى، هي الثانية، هي الثالثة، هي الرابعة. تمام، أربع عمليات لنظام الحراري. تعال تنشوف، هي عندنا خريطة، تمام؟ هي بنشوف اللي بقول لك 20، هي ال 20، تمام؟ هي عند درجة حرارة 20، بنمد الخط، بنمد خط عند 20، بنمده للنهاية، مد، مش هتتعب لما تمد، مد. خط للنهاية، تمام؟ هاي مدينا خط واضح، تمام؟ هذا 20، هذا خط المكثف. بنروح بعديها بنقول لك تم خنقه أدياباتيا عند صفر،
تمام، ننزل بنلاقي هاي درجة حرارة صفر، بروح بمد الخط الثاني بمده، تمام، بمد الخط الثاني. واحنا عارفين عملية الخنق عمودية، عمودية على ايه؟ على الانتالبي، عملية الخنق عمودية. بروح ايه بساوي؟ بروح بمد خط عمودي هاي. عمودي، تمام، لانه عمليه الخنق عموديه. هي حصلنا على ثلاث عمليات. بنروح عند النقطه الرابعه والاخيره، النقطه الرابعه والاخيره، بروح بشوف خط، هي خطوط الانتروبي، هي خط، هي خطين، هي ثلاثه، هي اربعه، هي خط. وين اقرب خط ممكن انا امد حتى يلتقي مع خط المكثف او ينطبق عليه؟ بروح بمد الخط حتى ينطبق على خط من خطوط الانتروبي، هاي خط انتروبي وهي خط ثاني، ان لم يكن بكون موازي له. فاصبحت عندي الاربع عمليات واضحه، اربع عمليات واضحه، تمام. ايش بطلب مني في السؤال؟ الضغط والانتالبي عند النقطه الاولى، هاي النقطه الاولى، تمام، هاي النقطه الاولى، هاي النقطه ايه الاولى، هايها، هاي النقطه الاولى، بده الضغط والانتالبي. الضغط هاي 0.6 ميجا باسكال، هاي الضغط، هاي 0.6 ميجا باسكال، الضغط صفر، هاي هاي الضغط حصلنا عليه. وبده الانتالبيا، بمد الانتالبيا لتحت اسفل النقطه المقابله لها، تمام، بكون تقريبا ها هاي الانتالبيا بين ال 200 و 250، يعني تقريبا قديش؟ يعني 230 الانتالبيا، ها 230، تمام. هاي حصلنا على الضغط وحصلنا على الانتالبيا. اثنين، الضغط ومعامل الجفاف الوسيط تبريد بعد الخنق. الضغط ومعامل الجفاف على الخنق، بده النقطه اللي ها، الضغط للنقطة اللي هان هي تقريبا 0.03 ميجا باسكال، هي هي 0.03 ميجا باسكال. النقطة هاي، هي تمام. وبده ايه؟ معامل الجفاف، معامل الجفاف، هي خطوط معامل الجفاف، هي من 0.1 وصولا ل 0.9. طبعا هنا خط الاشباع الغازي ولا خط الاشباع السائل، هنا اكس تساوي 0 وانا اكس تساوي 100%. هو بده وين؟ معامل الجفاف، هاي معامل الجفاف 0.3، اي معامل الجفاف وين؟ هي 0.3، تمام. ايش يعني 0.3؟ 0.3 يعني 30% بخار و70% سائل، تمام. هي حلينا الجزء الثاني. ما التغير الذي يحدث لحاله الوسيط التبريد اذا كان وسيط التبريد مشبع عند درجه حراره 50 وتم خنقه الدياباطية عند ثبوت الانتاج عند درجه حراره 0؟ يعني تغير النظام، صار يحكي عن 50 وتم خنقه لعند 0، تمام؟ وتم خنقه لعند ايه؟ 0. هي 50 درجة مئوية، بروح بمد الخط، بمد الخط حتى يصل لخط الإشباع الغازي، تمام؟ تم خنقه لعند 0، تم خنقه لعند ايه؟ 0. بنزل، بنزل خط لعند خط صفر، درجة حرارة صفر اللي هو الخط السفلي هذا الأزرق، لأنه درجة حرارة زي ما أنتم شايفين هاي صفر، تمام. فهي الخط بمده، تمام، ومن ثم إيش بساوي؟ بوصل خط الانتروبي حتى يطابق اللي هو العملية تاعت الضاغط، خط مقابل لخط الانتروبي أو موازي له، أو موازي له. فأصبحت العملية عندي هي، هي هي 50 وهي 0، تمام. إيش السؤال بده؟ ما التغير يحدث لحالة وسيط التبريد إذا كان وسيط التبريد مشبعا عند درجة حرارة 50؟ يعني بده النقطة هذه معاييرها، بده خصائص النقطة هذه زي ما أنتم شايفين، وبده خصائص النقطة هذه. على طول بقول هذه النقطة درجة حرارتها 50 هيها، وبقول إنه الإنتالبيا تبعتها هي، بنزل لتحت للإنتالبيا بقول تقريبا 270 انتالبيا، وبقول الضغط، الضغط تقريبا 1.5 ميجا باسكال، تمام. وبقول كمان معلومات اخرى عن الحجم النووي، الحجم النووي هي خطوطه، هي 700 800 900، تمام، هي 1000 1060 1100، هي الخط ينطبق على خط 1100، شايفينه هي 1100 هي 1000
ومية، هاي ينطبق الخط شايفينه 1100، هاي الرقم 1100 تمام، هذا حجم النووي. وكذلك ايه خطوط الانتروبي، خطوط الانتروبي بمشي لما اصل للخط المطابق للخط اللي النقطه اللي انا موجود عليها، وبوجد اللي هو ايه الانتروبي بنفس الطريقه، نفس ايه بنفس الطريقه. هاي الانتروبي، هاي خطوط، هاي بمشي من وين انا بلاقي النقط الارقام وبمشي بخطوط موازيه الها حتى اصل لايه، حتى اصل للنقطه اللي انا بدي اياها، هي محصوره ما بين هذا الخط، هيو خط هذا والخط هذا، تقريبا انت محصور ما بين خطين بخطوط الانتروبي، هاي ما بين اللي هو ما بين 1.10 وما بين واحد خطوط انتروبي، يعني تقريبا 1.5 خط انتروبي، خط ايه انتروبي. بالتالي احنا عرفنا كيف نوجد العمليات الاربعة، كيف نحدد النقاط الاربعة، وكيف نحدد الخصائص لاي نقطة من هذه النقاط طبقا الى عمليات الخلاط وسائل التبريد. كل وسيط تبريد له خصائص الخاصة بها، R11، R12، R22، R502، نقطة غليانها، نقطة تجمد كل وسيط نقطة تجمده، الضغط البخار، ضغط البخار لكل وسيط للR11 يختلف عن R12، يختلف عن R22، حجم البخار لكل كيلو من وسيط التبريد يختلف، وهذه الخصائص مهمة جدا في العمليات التقنية للنظم الحرارية، عشان نصمم نظام حراري لازم تعرف كل خاصية من خصائص وساطة التبريد، الغليان، التجمد، قديش بعطينا بخار لكل كيلو، قديش ضغط البخار، قديش الانتالبية، كم الانتالبية في حالة لو كانت سائلة، والطاقة الحرارية في حالة لو كانت بخار. كل هذه العمليات مهمة، وكل خصائص التبريد، كل وسيط تبريد له خصائص الخاصة بها. وعشان نصمم نظام تبريد يجب أن نعلم خاصية كل وسيط تبريد، متى يتجمد، متى يغلي، قديش الطاقة الحرارية الناتجة لكل كيلو، كم البخار الناتج لكل كيلو، لأن هذه كلها عمليات حرارية مهمة جدا. وبالتالي كل وسيط تبريد من وسائط التبريد عند درجة حرارة إلها خصائصها تختلف عن الوسائط الأخرى. على سبيل المثال في حالة لو كانت درجة حرارة 10، فأن الخصائص تختلف R11 لما عند درجة حرارة 10 عن R11 لما تكون درجة حرارة 15، وهكذا لكل وسائط التبريد، وهكذا ننهي محاضرتنا اليوم عن الجزء الثاني من وسائط التبريد.